أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة التاسعة في الفصل الأول من مادة الكيمياء الفيزيائية. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى العمليات الأدباتية، تكلمنا عنها قليلا. الآن نبدأ بتفصيل العملية الأدباتية. العملية الأدباتية كما شرحنا لكم سابقا أنه هي العملية التي تحصل في نظام معزول، والنظام المعزول هو الذي يمنع يعني لا يسمح بانتقال للماء للطاقة الحرارية وللكتلة ما بين النظام والمحيط، وعليه سوف تكون قيمة كيو تساوي صفر، لأن كيو هي قيمة الحرارة المنتقلة سواء كانت مفقودة أو مكتسبة. لا وجود لانتقال للحرارة، إذن كيو تساوي صفر. في هذه العملية، في العملية الأدباتية، راح تكون كمية الحرارة المنتقلة اللي هي يعني الفرق في يعني في الحرارة الداخلية دلتا يو راح تساوي لي الشغل المنجز. نبدأ باشتقاق العلاقات في النظام الأدباتي، العلاقة ما بين الحجم وما بين درجة الحرارة. هنا العلاقات تختلف عما موجود في الحالات الاعتيادية. كان هناك في الحالات الاعتيادية نستخدم مثلا علاقة بويل، العلاقات اللي درسناها سابقا اللي جمعت بقانون الغازات العام. أما هنا العلاقات راح تكون لها علاقات خاصة. فالعلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة في النظام الأدباتي، نأخذ لواحد مول من غاز مثالي في نظام أدباتي عكسي، يعني في حالة التمدد العكسي الأدباتي لواحد مول. إذن الان تساوي واحد، فما راح ندخلها بعدد المولات لأنه واحد. في النظام الأدباتي الكيو تساوي صفر، إذن الديو شو يساوي لي؟ راح يساوي لي الشغل. الكيو تساوي صفر، هذا هو القانون الأول في الثيرموداينامك. الكيو تساوي صفر، إذن التغير في الطاقة الداخلية يساوي للشغل كما تكلمنا هنا قبل قليل. الكيو تساوي صفر، وكذلك أن الشغل يساوي ناقص بي دي في. أيضا هذه يعني من الأمور الواضحة، أخذناها سابقا أكثر من محاضرة. إذن التغير في الطاقة الداخلية يساوي للشغل ويساوي ناقص بي دي في. هذه معادلة رقم واحد. كذلك عندنا معادلة سابقة أخذناها في موضوع السعة الحرارية، أنه دي يو يساوي سي في دلتا دي تي. يعني هنا افترضنا أن الآن واحد مول، كانت هي أصلا معادلة دي يو تساوي ان سي في دي تي. الآن واحد مول ما ضفناها الآن، هذه هي معادلة سابقة. كذلك إيش عدنا إحنا؟ إيش راح تكون هذا؟ الشغل يساوي ناقص سي في تكامل دي تي. الآن من خلال مقارنة معادلة واحد مع معادلة اثنين، دي يو يساوي ناقص بي دي في، والدي يو يساوي سي في دلتا تي. إذن السي في دلتا تي تساوي لي ناقص بي دي في. هاي تكون عندي المعادلة رقم أربعة. زين، ولواحد مول من غاز مثالي، ولواحد مول من غاز مثالي، فإن البي يساوي آر تي على البي. وعد ما نعوض قيمة الضغط في معادلة رقم أربعة، راح ينتج عندنا سي في دي تي يساوي لي ناقص ار تي دي في على الفي. أو بإعادة ترتيب المعادلة، سي في دي تي على التي يساوي ناقص ار دي في على الفي بتكامل طرفي المعادلة رقم خمسة. المعادلة رقم خمسة بتكامل طرفيها راح يكون سي في تكامل دي تي على التي يساوي لي ناقص ار تكامل V دي V على V. كل التكاملات محددة، نتيجة التكامل راح تكون C V لين T2 على T1 وتساوي ناقص R لين V2 على V1. أو نعيد ترتيبها بهذه الصيغة. إذن هذه هي المعادلة رقم 6، وتمثل لي العلاقة ما بين درجة الحرارة والحجم في النظام الأدباتي. هذه معادلات تحفظ في النظام الأدباتي العكسي، يعني عندما نريد نحسب عندي 2 درجات حرارة وعندي حجم، ونريد نحسب حجم آخر
فنطبق هذه العلاقة من نطبق العلاقات السابقة، علاقات بويل مثلا وغيرها. نأخذ مثال على هذه الحالة، أحسب الزيادة في درجة الحرارة. تعرفون معناته الزيادة في درجة الحرارة هي يعني الدلتا تي، عندما 1 مول من الهيليوم، من غاز الهيليوم، يتقلص أديباتيا أو عكسيا من حجم 44.8 بالعشرة ملي لتر، العفو، إلى وعند صفر مئوي إلى 22.4 لتر. إذا علمت أن السعة الحرارية عند حجم ثابت تساوي 12.54 جول لكل كلفن، إذا الحل نظام أديباتي عكسي، سي في لين تي 2 على تي 1 يساوي ناقص ار لين في 2 على الفي 1. هذه معادلة، هذه معادلة هي نفسها هاي لكن بإعادة ترتيب. هذه أسهل من ناحية يعني استخدام الحاسب وإجراء العملية الحسابية، أسهل من هذه المعادلة. كيف يعني الشخص أي معادلة تعجبه. فمن خلال هذه المعادلة سي في عندنا معلومة، الحجمين معلومات 48.8 و 22.4، الحجمين معلومات، الآر قيمة ثابتة، عندي درجة الحرارة الأولى صفر مئوي يعني 273 كلفن، فبقت عندي أحسب درجة الحرارة النهائية. بمجرد إجراء عملية حسابية راح نستخرج قيمة درجة الحرارة النهائية وتساوي 432.4 كلفن. إذا دلتا تي تساوي تي 2 ناقص تي 1 وراح تكون 159.4 كلفن. هذا هو مقدار الفرق في درجات الحرارة أو مقدار الزيادة في درجة الحرارة. هذا هسه مثال أولي بسيط على هالموضوع. نأخذ علاقة، نشتق علاقة الأخرى التي تكون بين الحجم والضغط في النظام الأديباتي. هذه معادلة سابقة سادسة، يعني هي نفسها هذه هي نفسها. هذه المعادلة رقم 6، عندنا سي بي ناقص سي في يساوي ار، هذا اخذناها في محاضرة سابقة في موضوع السعة الحرارية. لذا ايش راح يكون؟ نعوض عن قيمة الار، سي بي ناقص سي في، هنا هذا الار، راح تكون عندي المعادلة بهذا الشكل. الآن نفرض أن النسبة بين السي بي إلى السي في نفرضها، نعطيها رمز، هذا هو الجاما. طبعا توجد رموز أخرى في إذا تقرون كتب مصادر خارجية، قد بعضهم يرمز لها رمز R، R small، بعضهم ينطيها رموز أخرى. احنا هذا راح يكون الرمز المعتمد عندنا هو هذا الرمز جاما يساوي سي بي على سي في، تقريبا في للذرات، عفوا، الغازات أحادية الذرة يساوي 5/3 أو 1.67، راح نمر عليها. المهم فهذا النسبة نرمز لها، نفترضها أنه نعطيها هذا الرمز جاما. إذا هذا المقدار الأسيش راح يكون سي في ناقص سي في على سي في ويساوي لي جاما ناقص 1. إذا جاما ناقص 1 وين راح نخليها؟ نعوضها هنا. الآن نأخذ لغاز مثالي بتطبيق قانون الغازات العام، تي 2 على تي 1 يساوي بي 2 في 2 على بي 1 في 1، هذا ماخذينه في محاضرة ثانية رقم 2، محاضرة رقم 2. نعوض عن بدل تي 2 على تي 1 راح نعوض عنها بي 2 في 2 على بي 1 في 1، راح تنتج عندي المعادلة هذه. أو بصيغة أخرى إعادة ترتب، يعني إعادة ترتب المعادلة راح تكون بهذا الشكل. فهذه هي علاقة الضغط بالحجم في النظام الأديباتي. الآن العلاقة ما بين درجة الحرارة والضغط في النظام الأديباتي، هذه أيضا معادلة سابقة اللي رقم 6 كانت، ولواحد مول من غاز مثالي فإن الـ V1 على الـ V2 يساوي B2T1
B1T2 هذا من معادلة الغاز، معادلة القانون العام، القانون العام للغازات. نعوض عن مقدار V1 على V2، هذا V1 على V2 نعوض بدل عنه هذا المقدار، راح تنتج عندي المعادلة هذه أمامكم رقم 11. معادلة رقم 11 نحاول نجزئها، نجزئ المقدار في داخل اللين، راح تكون بهالشكل R لين B2 على P1 زائدا R لين T1 على T2. ننقل هذا هنا لين T2 على T1، هنا T1 على T2، ننقل هذا المقدار إلى هذه الجهة، راح يكون عندي عامل المشترك هو لين T2 على T1، ويخرج عندي خارج العامل المشترك هو CV زائدا R، CV زائدا R، هذا يساوي لي R لين B1 إلى B2 إلى B1. طبعا عندنا أيضا هذا معلوم من محاضرة سابقة، تكرر عندنا أكثر من مرة هذا المقدار، فCV زائد R يساوي CB، نعوض عن هذا المقدار بالCB، وبعادة ترتيب المعادلة راح ينتج عندنا هذه العلاقة، هي العلاقة ما بين درجة الحرارة والضغط في النظام الأديباتي. نأخذ مثال، 2 مول من غاز يتقلص عكسيا وأديباتيا من درجة حرارة 200 كلفن وضغط 1 جو خلال عملية الانضغاط. خلال هذه العملية فإن الغاز يستهلك شغل مقداره 900 جول. المطلوب احسب T2 درجة الحرارة النهائية وضغط النهائي، واحسب دلتا يو لتغير الطاقة الداخلية للنظام إذا علمت أن السي في تساوي 3/2 R. الحل بما أنه النظام أديباتي فالكيو تساوي 0، وعليه فإن الشغل يساوي درجة الفرق في التغير في الطاقة الداخلية، الشغل يساوي 900 جول هذا، إذن دلتا يو تغير في الطاقة الداخلية تساوي لي الشغل وتساوي لي موجب 900 جول. ليش بنفس الإشارة؟ لأنه هنا انضغاط، والانضغاط راح يكون يعني المحيط هو الذي يسبب يبذل جهد ضد النظام، فبمعنى النظام يكتسب طاقة، فهذا التغير في الطاقة الداخلية للنظام بالموجب، بمعنى اكتسب النظام مقدار من الشغل مقداره 900 جول. زين، هذا المطلب الأول حسبناه. احنا عندنا بعد درجة حرارة وضغط، دلتا يو في النظام الأديباتي يساوي الشغل ويساوي ان سي في دلتا تي. قبل قليل يعني كتبنا هالمعادلة، اذا هو يساوي ان سي في دلتا تي، اذا الدلتا تي الفرق في درجات الحرارة ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الدلتا يو على الان سي في، اذا دلتا تي تساوي مجرد تعويض الأرقام وإجراء العملية الحسابية، فإن الفرق في درجة الحرارة راح يكون بمقدار 36.1 كلفن. عندي درجة الحرارة الأولية، إذن أحسب درجة الحرارة النهائية دلتا تي تساوي T2 ناقص T1، إذن تكون درجة الحرارة النهائية 236.1 كلفن. المطلوب آخر هو حساب الضغط، تطبيق هذه العلاقة، علاقة في النظام الأديباتي قبل قليل كتبناها، العلاقة ما بين درجة الحرارة والضغط، وأيضا قيمة السي في، هذه قيمة الآر معلومة، قيمة السي في تساوي سي في زائد آر، وتساوي إذن البي 2 بعد إجراء العملية الحسابية يساوي 1.5 جو. الفقرة الرابعة وهي الحساب الشغل المنجز في عملية التمدد الأديباتي العكسي. الشغل يساوي ناقص سي في تكامل من T1 إلى T2 dT. ليش إشارة سالبة؟ إشارة سالبة نحن نتكلم عن تمدد، أما إذا كان تقلص راح تكون إشارة موجبة.
الآن التمدد، تعرفون أنه التمدد هو النظام هو الذي يبذل جهد على المحيط، فتكون الإشارة سالبة، بمعنى النظام يفقد طاقة لذلك الإشارة سالبة. أما إذا كان العمل عكسي بالعكس، يعني كان انضغاط، بمعنى أنه المحيط هو الذي يضغط ويبذل جهد على النظام، فتكون إشارة موجبة. الآن إحنا نتكلم عن التمدد، إذن معناتها نضع الإشارة السالبة. هذه معادلة سابقة موجودة كانت، يعني تكلمنا عنها قبل قليل. إذن الشغل إيش راح يساوي لي؟ ناقص سي في بعد إجراء التكامل ناقص سي في دلتا تي اللي هي تي 2 ناقص تي 1. أيضا عندنا درجة الحرارة لواحد مول، طبعا لواحد مول درجة الحرارة هي بي في على الار، هذا من قانون بي في يساوي ار تي. إذن نعوض عن درجة الحرارة الثانية ودرجة الحرارة الأولى بي في على الار هنا وهنا، وإشارة سالبة عندما تدخل على القوس راح تصير تي 1 ناقص تي 2، نعوض عن التي 1 والتي 2 بهذا المقدار بي في 1 على الار ناقص بي في 2 على الار. الار عامل مشترك يخرج خارج القوس، راح يبقى عندي هذا المقدار، وأيضا الار يساوي لي سي في على سي في. إذن الشغل العكسي الأديباتي راح يكون سي في على سي بي ناقص سي في في قوس بي 1 بي 1 ناقص بي 2 بي 2. هذا هو الشغل العكسي الأديباتي، يمكن إعادة ترتيبه بالصيغة الآتية. الجاما هي عبارة عن سي بي على السي في، فهذه هي المعادلة للشغل في النظام الأديباتي العكسي، هذه أو هذه نفسها، هذا إعادة ترتب. نأخذ مثال 10 لتر من مونو أتوم الغاز، غاز أحادي الذرة. إذا كان غاز أحادي الذرة فإن السي في تساوي 3 على 2 R، عنده صفر مئوي وضغط 10 جو، فعنده تمدد الغاز إلى ضغط 1 جو، يعني كان 10 جو تمدد إلى 1 جو. أحسب الحجم النهائي وأحسب الشغل في حالتين. عندي الحالة الأولى أنه التمدد كان أيزوثيرمي عكسي، ومرة أخرى كان التمدد أديباتي عكسي. طبعا التمدد الأيزوثيرمي العكسي تعرفون يكون الشغل به هو القيمة، الشغل الماكس، يعني أقصى شغل ممكن، احنا تكلمنا عنه في محاضرة سابقة وإلى علاقة خاصة بحساب الشغل. المهم الآن احنا المطلوب من عندنا نحسب الحجم النهائي. الحل PV يساوي NRT، إذن الآن تساوي PV على الRT، معلومات إذن عندي، إذن أحسب عدد المولات. هاي الخطوة الأولى أحسب عدد المولات. في حالة التفاعل الأيزوثيرمي العكسي ايش راح يكون عندي الحجم النهائي؟ نطبق بي في بي 1 في 1 يساوي بي 2 في 2. ليش نطبق هذه العلاقة؟ لأنه نظام اعتيادي أيزوثيرمي عكسي ليس أديباتي. إذن الحجم النهائي يساوي بي 1 في 1 على البي 2 ويساوي 10 جو في 10 لتر على 1 جو وتساوي 100 لتر. الشغل شو راح يكون؟ الشغل راح يساوي لي كيو. ليش يساوي كيو؟ لانه عند ايزوثيرمي معناته الدلتا يو التغير في الطاقة الداخلية تساوي صفر، اذا راح يكون الشغل يساوي لي الحرارة المنتقلة ويساوي ان ار تي لين في 2 الى البي 1. هذه معادلة سابقة اخذناها، هي تمثل الشغل في حالة التمدد الأيزوثيرمي العكسي اللي هو أقصى شغل يمكن الحصول عليه. الشغل يساوي NRT من V2 إلى V1، كلها معلومة، فمجرد إجراء العملية الحسابية إذا يكون كمية الشغل تساوي هذا المقدار. الحالة الأخرى المطلوب الآخر بالحالة الأخرى، إذا كان تمدد عكسي
نحسب أولا قيمة الجاما سي بي إلى سي في وتساوي 5/3، أو إذا نقسم 5/3 يساوي 1.67 تقريبا. إذا بي 2 إلى بي 1 يساوي في 1 إلى في 2 أس جاما. إذا الفي 2 راح نحسبها راح تكون 39.81 لتر. أحسبنا الحجم النهائي، نحسب درجة الحرارة النهائية بي في يساوي ان ار تي، وراح تكون درجة الحرارة النهائية 108.8 كلفن. نظام اديباتي كيو تساوي صفر، بمعنى انه الشغل يساوي العفو تغير في الطاقة الداخلية يساوي سالب الشغل. ليش سالب؟ لانه العملية عبارة عن تمدد، والتمدد يعني النظام هو الذي يبذل الجهد على المحيط، بمعنى النظام هو الذي يخسر الشغل على المحيط، فلذلك إشارة سالبة. فالتغير في الطاقة الداخلية يساوي ناقص دبليو. نحسب التغير في الطاقة الداخلية تساوي ان سي في دلتا تي، هذا قبل قليل هي معادلة سابقة، وراح مقدار التغير في الطاقة الداخلية يساوي سالب 9.14 جول. شنو احنا عندنا المطلوب الشغل؟ عندنا اذا حسبنا، ما دام حسبنا الحرارة الداخلية العفو الطاقة الداخلية التغير في الطاقة الداخلية، اذا الشغل راح يساوي لي الطاقة الداخلية بعكس الاشارة، اذا الشغل راح يساوي 9141 جول. الآن احنا كملنا كل العلاقات، هذه العلاقات، والآن سويت لكم هذا ملخص او خلاصة لأنواع تغيرات الحالة، ملخص عن العلاقات معانيها في النظام الأيزوثيرمي دلتا يو تساوي دلتا اتش وتساوي صفر. بين معادلات سابقة، لكن أنا الآن هنا عدتها لكم. والشغل يساوي ان ار تي لين في 2 إلى الفي 1 أو ان ار تي لين في 1 إلى الفي 2. في النظام الأيزوباري أي عند ضغط ثابت، فإن دي اتش دلتا اتش أو دي اتش يساوي ان سي بي دي تي، والكيو تساوي لي الاتش، قلنا عند ثبوت الضغط فإن كمية الحرارة المنتقلة تساوي الإمثال بي وتساوي طبعا ان سي بي دلتا تي، إذا ان واحد فمن نخليها، المهم هو بالأصل قانون ان سي بي دلتا تي، والشغل راح يساوي لي بي دلتا بي ويساوي ار دلتا تي. في النظام في العملية التي تتم تحت حجم ثابت اللي نسميها الايزوكوريك بروسيس، التغير في الطاقة الداخلية يساوي ان سي في دلتا تي، والكيو تساوي عند ثبوت درجة الحرارة عند ثبوت الضغط العفو، فان الكيو تساوي دلتا يو وتساوي تكامل سي في دلتا تي لواحد مول طبعا، كما ان الشغل يساوي صفر. ليش؟ لان الشغل هو بي دلتا في تغير في الحجم، بما ان الحجم ثابت فاذا الشغل يساوي صفر، وتكلمنا عنها سابقا، مجرد اعادة لكم، عادة تنظيم عبارة عن خلاصة للمعادلات للحالات الأربعة اللي تكلمنا عنها. بالنظام الأديباتي قبل قليل ذكرنا هذه المعادلات، قبل قليل شرحناها، فهذه الخلاصة وأيضا نظمناها لكم بهيئة مخطط، هذا يعني مخطط للحالات أو العمليات الأربعة، ايزوثيرمية والايزوبارية ايزوكوريك والاديباتية، هذا هي المخطط كامل. لحد هذه النقطة تكون المحاضرة انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله طبعا في محاضراتنا على الاونلاين راح نشرح، واي استفسار تحتاجونه نكون انا موجود ان شاء الله نشرح لكم اياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.